طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وخالصة لجميع الحضور الكريم. مرة أخرى مع درس آخر من دروس اللغة الإسبانية برعاية أكاديمية الجيل الجديد. درس اليوم كما أشرنا أو كما أشرنا في الحصة الماضية هو عبارة على تجربة جديدة. تلك التجربة هي وضع فيديو وبالأحرى كان الفيديو لرسوم متحركة وشخصيا نصيحتي في تعلم اللغات أن نذهب إلى بعض الرسوم المتحركة الهادفة لأن يكون فيها أشياء تمكننا من أخذ اللغة الحقيقية. ليس كل الرسوم ولكن مجمل الرسوم. إذن في هذا السياق يعني اعتمدنا رسوم كايو. رسوم بالإسبانية ماذا يعني رسوم متحركة؟ يجب عليكم أن تجيبوا على هذا السؤال أنه مكتوب. سؤال إيه؟ سؤالها لماذا العثمانيون خسروا معركة الأولى التي دخلها في مع السؤال السؤال هو الرسوم متحركة مرادفها باللغة الإسبانية. إذا أردنا أن نقول الرسوم متحركة باللغة الإسبانية ماذا نقول؟ إذن أول سؤال لا يوجد فيه تركيز. إذن من دخل إلى فيديو كايو مكتوب الجواب في الفيديو. إذن لوس يسمى ديبوخوس. لوس ديبوخوس انفانتيليش يعني للأطفال موجودة في الفيديو. أنا أحاول الرجوع إلى الفيديو في المجموعة خاصة باللغة الإسبانية. أوكي. ليس هناك وقت لكي نضع الفيديو ولكن حاولت أن أكتب أشياء موجودة في الفيديو ونناقشها جميعا إن شاء الله. طبيعة الحال الفيديو يتكلم على كايو. كايو طفل صغير. باموس نينيوس. باموس نينيوس. شاهدتم الفيديو سيسهل علي الشرح. ديبوخوس انيمادوس يعني اي شيء انيمادوس يعني الانيماسيون متحرك. ايضا ممكن ايضا انيمادوس متحركة. تشرح ممكن ليس نفس المعنى ولكن هذا شرح مثلا حرفي ولكن بالنسبة لوس ديبوخوس يقال في إسبانيا يقال للأطفال الصغار كيرش ديبوخوس كيرش تبونغو ديبوخو برا انتيندس يعني ديبوخو كلمة تصل إلى الطفل الإسباني بسرعة. ديبوخوس انيمادوس يعني بصفة عامة ممكن أن نقول ديبوخوس انيمادوس إذا كان هناك حركة إذا كان هناك أو تقال في أشياء أخرى. ديبوخوس بصفة عامة يعني ديبوخوس انيمادوس يعني ترجمة حرفية للرسوم المتحرك. أوكي. باموس نينيوس طبيعة الحال شفتم الفيديو. باموس نينيوس إذن الأم تنادي على أبنائها. إذن تنادي على من؟ من يقول لي تنادي على من؟ ممكن أن يجيب مثلا أغواني يسجل صعب عليه يجيب. نعم سوسيخوش ولكن ممكن أن نعم أغواني ولدي ممكن أن يجيب. حليمة ممكن أيضا أن تجيب. من؟ ما اسمهم؟ اسمهم؟ من؟ على من تنادي؟ نحن نعرف القصة. ندخل مباشرة في القصة. ما
ما اسمهم؟ ما اسمهم؟ اسمي سعيد، اسمي سعيد، اسم النينيو. نعم، هيا أطفالي، هو الشرح. كايو، كايو، نعرفهم، لماذا لا نعرفهم؟ نحن بعثنا الواجب ولا نعرفهم. حتى العصافير تقلقوا وقالوا كايو، كايو يا الروسي. نعم، كايو يا الروسي، قولوا لهم، قولوا لهم كايو يا الروسي، كايو يا الروسي، قل قل. هم لم يسمعوا بعد. كايو اي روسي. تمام، سمعوك الآن. كايو الروسي يعني نعم، كايو الروسي، روسي هي أخت كايو أو أخ، أظن أنها أخت. vamos niños es la hora del cuento. أنا أقصد أولاد الآخرين، لا أنا قلت أسماء الأبناء الموجودين في الحكاية. vamos niños الذين يسمعون القصة. نعم، vamos niños es la hora del cuento. Perdón. Es la hora del cuento. Es la hora del cuento. هذا هو وقت الكوينتو بطبيعة الحال، أبناء الصغار بالليل، يعني يجب علينا أن نقرأ لهم أو الكوينتو حكي. نعم، كوينتو وهو يعني تأتي من كونتار يعني حكاية، حكاية. Es la hora del cuento. هل هذا هو وقت كونتار؟ الفعل هو كونتار. كوينتو وهي حكاية. Te cuento un cuento. Es la hora del cuento. يعني هذا هو وقت الحكاية. Cuando cayó era un niño de tres años vio el mar por primera vez. من يشرح هذه الجملة كلها؟ Cuando cayó era un niño de tres años vio el mar por primera vez. إذا الحكاية، طبيعة الحال في الحكاية يكون هناك ماضي. عندما كان كايو عمره 3 سنوات ذهب إلى البحر المرة الأولى. كان كايو طفل عمر سنوات ذهب إلى البحر. أخت هدى عملت لنا يعني إسباني يريد أن يتعلم اللغة العربية. إسباني يريد. أنا دخلت، دخل أمي، أنتم. تمام. كواندو، كواندو تعني من الزمن. كواندو عندما كان كايو يعني في الماضي. كواندو تعني من الزمن. كايو إيرا، إيرا عندما كان، عندما كان طفل صغير. عندما كان كايو طفل صغير. كواندو كايو إيرا أون نينيو de tres años. عندما كان عنده 3 سنوات، عندما كان الطفل بثلاث سنوات. بيو، بيو يعني بيو يعني شاهد، يعني شاهد. الفيرب بير. المار يعني البحر. بور بريميرا بيث لأول مرة، شاهد البحر لأول مرة. الكوينتو، الآن سوف نعرف ما معنى يعني عنوان الكوينتو. الحكاية، حكاية اليوم اسمها كايو سيبا على بلايا. الكوينتو دي هوي، حكاية اليوم سيدياما اسمها كايو سيبا على بلايا. يعني كايو سيذهب إلى بحر الشاطئ. لا فاميليا، لا فاميليا de Cayu estaba de vacaciones. يعني هناك بحر، إذن هناك عطلة، vacaciones. نعم، عندما كانت أو Cayu estaba، estaba في الماضي، estaba عندما كانوا في عطلة. Cayu estaba de vacaciones. La familia الكل يعرفها، أجازة في التركي. أوكي، Cayu era la primera vez que
iba a la playa a ver el mar. يعني أرادوا أن يقولوا بأن كايو أول مرة في حياته يريد أن يدعي إلى البحر. تمام. La playa, el mar, nos vamos a bañar, perdón. La playa, el mar, nos vamos a bañar, Otra vez. La playa, el mar, nos vamos a bañar. إذن هو فرح فرح جدا فرح جدا فرح جدا كايو الذي قال هذه الجملة. La playa, el mar, nos vamos a bañar. يعني فرح جدا الشخص طفل صغير يريد أن يذهب إلى الشاطئ، يعني وهو فرحان فرح وفرح جدا. يعني أنا أيضا كنت فرحا عندما أردت أن أذهب إلى الشاطئ لأول مرة في حياتي. لم أنم تلك الليلة، أظن أنني لم أنم، نمت 3 جواني أظن. فرحا لغاية الجنون. La playa, el mar, nos vamos a bañar. Bañar من طبيعة الحال نذهب إلى الشاطئ ل bañar. تمام. كايو روسي، هاي الروسي. كايو روسي. أويس إيسو، أويس إيسو. ¿Qué significa oís eso? ¿Oís eso? ¿Oís eso? ¿Oís eso? Ah, no. El verbo oír. El chismarón. El chismarón es chismarón. ¿Oís eso? ¿El chismarón es eso? ¿Qué es? No. ¿Qué es? Nada. ¿Qué es? Le cayó. يعني ماذا هذا الصوت؟ كيس اس الرويدو ديل مار. بطبيعة الحال عندما يقتربون من البحر سيكون هناك صوت البحر والرويدو، وهو يعني صوت عالي جدا. رويدو تقال ايضا للصراخ. رويدو يكون هناك ضوضاء. رويدو ديل مار. نعم. الأب يقول جايموس جيغادو، لقد وصلنا. نعم لقد وصلنا. جايموس جيغادو. سأحاول أن أشرح بسرعة، ولكن حاولوا أن أي شخص لم يفهم أي شيء فليقولها في يعني فليوقفني من فضلكم. جايموس جيغادو، لأن هذا درس من نوع آخر. جايموس جيغادو، لأن هدفنا هو أن نعرف ما هو الأشياء التي قالها كايو أو التي قيلت في حكاية كايو. جايموس جيغادو يعني لقد وصلنا. الفيرب جيغادو. كايو estaba tan emocionado que no podía esperar llegar a la playa. ¿Qué significa فرنسي؟ من يريد من يمكن له أن يشرح هذه الجملة؟ كايو estaba tan emocionado que no podía esperar llegar a la playa. وهذه اللقطة وقعت لي. الله العظيم. إذن عندما تكون تريد أن تذهب لأول مرة إلى البحر، إذن يكون عندك هنا emoción. تكون emoción. كايو كان متحمسا. نعم يعني يكون هناك إيموشن، طن إيموشنالو، يكون في حماس. نعم. وتعني أيضا كما قالت الأخت إيمان متأثر، شيء متأثر منه، ولكن هنا الحماس. استابا كان في الماضي. كايو استابا سيتغير عليكم بعض الأفعال إلى آخره، لأن الموضوع في الماضي صعب جدا لتذهبوا مع الأفعال، ولكن نحن نريد أن نفهم القصة فقط. كايو استاوا كان تان إيموشنالو،
كينو بوديا يسبيرا، يعني بما أنه كان في حماس كبير جدا، إذن ذلك الحماس لم يمنع نوبوليا لم يقدر على الانتظار. نوبوليا اسبرار الاجيغار على بلايا لم يستطع يعني الانتظار. نعم طبيعة الحال ممكن ان يكون الصبر ايضا الانتظار اسبرار يعني الانتظار يعني للوصول الى البحر، يعني لم يصدق يعني لم يستطع الانتظار في الوصول إلى بلاير. ميرا ماما المار لقد وصل كايو إلى البحر وقال لأمي ميرا شاهدي ميرا انظري ميرار في البرب ميرار ميرا ماما المار يعني شاهدي يا أمي المار. قالت له أمه شو ماما سي السول سي السول نعم والشمس nos tenemos que poner protección solar إذا بما أن هناك شمس ونحن في الصيف ذهبنا إلى البحر إذا يجب علينا أن نضع الواقي الشمسي إذا يجب علينا وضع الواقي الشمسي نعم يسمى وضع بونير بروتكسيون واقي سولار شمس. كاسكو كاسكو نعم ما معنى كاسكو؟ لا أعرف هذه العبارة. نعم شيء يعني نعم شيء غير محتمل يعني. كاسكو كاسكو تقول الشخص نعم كاسكو تقول الشخص كاسكو كاسكو مثلا أعطي مثال لكاسكو أعطي مثال نعم تمام يعني أعطي مثال كاسكو مثلا هناك بعض الناس مثلا يربون أظافر تربية الأظافر وممكن يعني الأظافر مع مادة أخرى عندما نمرر الأظافر في مادة مثلا زنك أو شيء من هذا القبيل الشخص يقول لك لا لا أحتمل فهمت مثلا كياسكو هذا مثال أعطي مثال نعم أعطي مثال آخر مثلا شخص هناك مجموعة من الأمثلة المهم المعنى هو أنه شيء غير محتمل يعني كياسكو يعني أو إنسان مثلا لا يستحم نعم زجاج مع الأظافر أو إنسان مثلا لا يستحم في رائحة كريهة يعني مثلا سأسمح على هذه الكلمة ولكن كاسكو هناك مجموعة من الأمور ليس بالضبط نعم ليس بالضبط يعني في حالة واحدة هناك مجموعة من الحالات التي يمكن الإنسان أن يقول كاسكو مثلا إنسان مثلا غير مستحم في رائحة كريهة أو شيء من القبيل استسمح على الكلمة ولكن تقول كاسكو يا كاسكو دي عمري كاسكو دي عمري دي بيرتاديس مثلا إذا نو أثي كوسكيدياس بمعنى نعم تدغدغات كوسما المار لقد وصل كيو إلى البحر وقال لأمي ميرا شاهدي ميرا انظري ميرار البرب ميرار ميرا ماما المار يعني شاهدي يا أمي المار. قالت له أمه شو ماما سي السول سي السول نعم والشمس nos tenemos que poner protección solar إذن بما أن هناك شمس ونحن في الصيف ذهبنا إلى البحر إذا يجب علينا أن نضع الواقي الشمسي إذا يجب علينا وضع الواقي الشمسي نعم يسمى وضع بونير بروتكسيون واقي سولار
شمس. كاسكو كاسكو. نعم، ما معنى كاسكو؟ نو مقزز. لا أعرف هذا أعرف هذه العبارة. نعم شيء غير، يعني نعم شيء غير محتمل. يعني كاسكو، كاسكو تقول الشخص. نعم كاسكو تقول الشخص. آه كاسكو كاسكو. مثلا أعطي مثال لكاسكو. أعطي مثال. نعم تمام. يعني أعطي مثال لكاسكو. مثلا هناك بعض الناس مثلا يربون أظافر، تربية الأظافر، وممكن يعني الأظافر مع مادة أخرى عندما نمرر الأظافر في مادة مثلا زنك أو شيء من هذا القبيل، الشخص يقول لك لا 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 أحتمل. فهمت مثلا كياسكو؟ هذا مثال. أعطي مثال. نعم أعطي مثال آخر. مثلا شخص، هناك مجموعة من الأمثلة. المهم المعنى هو أنه شيء غير محتمل. يعني كاسكو يعني أو إنسان مثلا لا يستحم. نعم زجاج مع الأظافر. أو إنسان مثلا لا يستحم في رائحة كريهة. يعني مثلا سأسمح على هذه الكلمة، ولكن كاسكو هناك مجموعة من الأمور ليس بالضبط. نعم ليس بالضبط يعني في حالة واحدة، هناك مجموعة من الحالات التي يمكن للإنسان أن يقول كاسكو. مثلا إنسان مثلا غير مستحم أو في رائحة كريهة أو شيء من القبيل، استسمح على هذه الكلمة ولكن تقول كاسكو. يعني كاسكو دي عمرك، كاسكو دي عمرك. مثلا إذا نو نو أثي كوسكيجاس. بمعنى أثي كوسكيجاس. من شاهد الفيديو سيجيب بسرعة. نعم تدغدغات كوسكيجاس. نعم شخص عندما تريد أن تضحك معه، أو أطفال صغار، يعني أطفال صغار يكون عندهم، أو شخص تريد أن تضحك معه بصفة عامة. أو أعرف مثلا بعض الناس، يعني بعض الناس لديهم، لا أعرف ماذا تسمى، لا أعرف بالضبط اسم هذه الظاهرة، لا أعرفها. مثلا إذا كان، مثلا إذا كان في يده إذا كان في يده شيء وحاولت أن تعمل له مثلا كوسكيدياس، ممكن أن يضربك بذلك الشيء. مثلا بدون أن يشعر، لأنه بدون أن يشعر، يعني أشياء شاهدتها يعني بعيني، وممكن عنده يعني منذ الولادة، عنده هذا الشيء منذ الولادة. يعني إذا مسست ذلك، إذا يعني وضعت يدك في ذلك المكان بالضبط، يعني أي شيء موجود في يده يعني إما يضربك، إما يبعده يعني إلى. نعم هذا هو هذا بالضبط. يعني هذا الأمر شاهدته مجموعة من الناس أعرفهم شخصيا. نو نوثي كوسكيجاس. أديوس. الأب يقول جا استا، أو لأنهم يتكلمون بسرعة يقول جا استا استا. سي استارا بيان، سي استارا بيان. من شاهد الفيديو ممكن أن يجيب سي استارا بيان. على ماذا يتكلمون؟ سي استارا بيان يتكلمون على أنهم يريدون أن يدوروا إلى البحر، وهم في يعني تهيئة. نعم
لا يتكلمون عن البحر، يتكلمون نعم أنه في تهيئة أن يذهبوا إلى البحر، تهيئة أن يذهبوا إلى البحر، سيسي استرابيان يعني في تهيئة، يريدون أن يذهبوا وهو يريد أن يذهب بابنه. والبقية ستقول الأم اس اون لوغار بريسيوسو، لوغار وهو مكان، لوغار وهو المكان، بريسيوسو هي خل يعني لوغار هو مكان، لوغار مكان اسمه لوغار بريسيوسو يعني مكان رائع جميل خلاب. كين كيري الأب، كين كيري إير الأغوا، يقول بهذه الطريقة، ولكن كين كيري إير الأغوا، من يريد الذهاب إلى الماء يعني من يريد الاستحمام بالطبيعة. يقول له كايو جورجو، كايو todavía no había aprendido a nadar así que se cogió la mano de su papá. نعم شيء في المحادثة، شخصيا حاولت مرارا وتكرارا ولكني لم أتوصل إلى هذه الكلمة لهذا الغرض، وضعت 3 نقاط لم أتوصل إليها لأنه كنت مضغط بالوقت، وصراحة أعدتها مرارا وتكرارا ولم أتوصل إليه. إذا نتمم، كايو todavía no había aprendido a nadar. ما معنى كايو todavía no había aprendido a nadar؟ ما معنى نادار؟ ما معنى نادار؟ ليس نضال، نادار. كايو لم يتعلم السباحة قبل. برافو. كايو todavía نضار وهو يسبح. todavía لا، حاولوا أن تمشي، أن تذهبوا مع المعنى، لا تذهبوا مع الأفعال ومع العبارات، لأنكم أننا الآن نريد أن نعرف المعنى فقط، لأن هذا التاكس أو هذه الحكاية في الماضي، صعب علينا أن نذهب إلى تصرف الأفعال. كيو todavía no había aprendido a nadar، يعني لسه لم يعرف، لم يتعلم السباحة. aprendido aprender، había haber todavía، نادار نادار، فعل هو نادار، يا السباحة. Así que se cogió de la mano de su papá. من طبيعة الحال، نعم، نعم هذا من طبيعة الحال، بما أنه لا يعرف السباحة، إذا se cogió أن يمسك، coger، una cogerse. Se cogió de la mano، يد أبيه، أباه. دي سو بابا، هنا هذه الكلمة بي أو بين أو شيء من هذا القبيل، لم أستطع أن أكتب شيئا، لست متأكدا منه 100% لكي يبقى الله راضيا علي. fuerte mientras corrían hacia el mar. دي سو بابا bien fuerte. bien أظن ممكن أن تكون بيان، نعم لأنني لم أسمع جيد. بيان فورتي، سي 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 محقة فعلا. فعلا صحيحة. صحيحة جدا. برافو. Se cogió de la mano de su papá bien fuerte, يعني من طبيعة الحال الخوف. هناك بعض الناس مثلا يربون أظافر، تربية الأظافر، وممكن يعني الأظافر مع مادة أخرى
عندما نمرر الأظافر في مادة مثلا زنك أو شيء من هذا القبيل، الشخص يقول لك لا 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 أحتمل، فهمت مثلا كياسكو. هذا مثال، أعطي مثال، نعم أعطي مثال آخر. مثلا شخص، هناك مجموعة من الأمثلة، المهم المعنى هو أنه شيء غير محتمل، يعني كياسكو يعني، أو إنسان مثلا لا يستحم، نعم زجاج مع الأظافر، أو إنسان مثلا لا يستحم في رائحة كريهة، يعني مثلا سأسمح على هذه الكلمة، ولكن كياسكو. هناك مجموعة من الأمور، ليس بالضبط، نعم، ليس بالضبط يعني في حالة واحدة، هناك مجموعة من الحالات التي يمكن للإنسان أن يقول كياسكو. مثلا إنسان مثلا غير مستحم أو في رائحة كريهة أو شيء من القبيل، استسمح على الكلمة، ولكن تقول كياسكو، يعني كياسكو دي عمري، كياسكو دي عمري. مثلا إذا نو نو أثي كوسكيجاس، بمعنى أثي كوسكيجاس. من شاهد الفيديو سيجيب بسرعة. نعم، تدغدغات كوسكيجاس، نعم. شخص عندما تريد أن تضحك معه، أو أطفال صغار، يعني أطفال صغار يكون عندهم والصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين. لا أعرف ماذا تسمى، لا أعرف بالضبط اسم هذه الظاهرة، لا أعرفها. مثلا إذا كان، مثلا إذا كان في يده إذا كان في يدي شيء وحاولت أن تعمل له مثلا كوسكيدياس، ممكن أن يضربك بذلك الشيء. مثلا بدون أن يشعر، لأنه بدون أن يشعر، يعني أشياء شاهدتها يعني بعيني، وممكن عنده يعني منذ الولادة، هذا الشيء منذ الولادة، يعني إذا مسست ذلك، إذا يعني وضعت يدك في ذلك المكان بالضبط، يعني أي شيء موجود في يده يعني إما يضربك، إما يبعده يعني إلى، نعم، هذا هو، هذا بالضبط، يعني هذا الأمر شاهدته مجموعة من الناس أعرفهم شخصيا. نو نو هاثي كوسكيجاس. أديوس. الأب يقول جا استا، جا استا، أو لأنهم يتكلمون بسرعة يقول جا استا استا. سي استارا بيان، سي استارا بيان. من شاهد الفيديو ممكن أن يجيب سي استرابيان، على ماذا يتكلمون؟ سي استرابيان يتكلمون على أنهم يريدون أن يذهبوا إلى البحر، وهم في يعني تهيئة، نعم لا يتكلمون على البحر، يتكلمون نعم أنهم في تهيئة أن يذهبوا إلى البحر، تهيئة أن يذهبوا إلى البحر. سي استرابيان يعني في تهيئة، يريدون أن يذهبوا، وهو يريد أن يذهب بابنه. والبقية ستقول الأم اس اون لوغار بريسيوسو، لوغار وهو المكان، لوغار وهو المكان، بريسيوسو هي خل، يعني لوغار هو مكان، لوغار مكان اسمه لوغار بريسيوسو، يعني مكان رائع جميل خلاب. كين كيري، الأب كين كيري راغوا،
يقول بهذه الطريقة، ولكن كيان كيري إير آل أغوا، من يريد الذهاب إلى الماء، يعني من يريد الاستحمام بالطبع. يقول له كايو جوجو، كايو todavía no había aprendido a nadar, así que se cogió la mano de su papá. نعم، شيء في المحادثة شخصيا حاولت مرارا وتكرارا ولكني لم أتوصل إلى هذه الكلمة لهذا الغرض، وضعت 3 نقاط لم أتوصل إليها لأنه كنت مضغط بالوقت، وصراحة أعدت مرارا وتكرارا ولم أتوصل إليه. إذا نتمم، كايو todavía no había aprendido a nadar. ما معنى كايو todavía no había aprendido a nadar؟ ما معنى نادار؟ ما معنى نادار؟ ليس نضال، نادار. كايو لم يتعلم السباحة قبل. برافو. كايو todavía نادار وهو يسبح. todavía، حاولوا أن تمشي، أن تذهبوا مع المعنى، لا تذهبوا مع الأفعال ومع العبارات، لأنكم أنا الآن نريد أن نعرف المعنى فقط، لأن هذا التكست أو هذه الحكاية في الماضي، صعب علينا أن نذهب إلى تصريف الأفعال. كيو todavía no había aprendido a nadar، يعني لسه لم يعرف، لم يتعلم السباحة. aprendido aprender، había haber todavía، نادار نادار، فعل هو نادار، يا السباحة. Así que se cogió de la mano de su papá. من طبيعة الحال، نعم نعم حريم، من طبيعة الحال بما أنه لا يعرف السباحة، إذا se cogió، يعني يمسك، coger، هنا coger، se cogió de la mano، يد أبيه، أباه، de su papá. هنا هذه الكلمة بي أو بين أو شيء من هذا القبيل، لم أستطع أن أكتب شيئا، لست متأكدا منه 100% لكي يبقى الله راضيا علي. fuerte mientras corrían hacia el mar. escogió la mano de su papá. bien fuerte. bien. أظن ممكن أن تكون بيان، نعم لأنني لم أسمع جيد. بيان فورتي، سي 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 سي، سي محقة فعلا. فعلا صحيحة. صحيحة جدا. برافو. Se cogió de la mano de su papá bien fuerte, يعني من طبيعة الحال الخوف، يعني أول مرة سيدخل إلى البحر، سيريد أن يستحم في البحر أو يريد السباحة، صعب عليه أن يكون عنده الثقة بأن يدخل إلى الماء، إذا يقبض أو يتمسك بيد أبيه يعني بشدة. bien fuerte، يعني fuerte، بقوة وشدة. mientras بدت، يعني mientras حبوا هذه الكلمة. mientras يعني mientras تقال، mientras تقال عندما يكون هناك في حين قريب، mientras تقال عندما يكون هناك شيئين، نعمل شيئين في نفس الوقت، نعمل هذا الشيء mientras شيء آخر، يعني وقابض يعني وقابض في نفس الوقت في يدي، mientras كوريا في نفس الوقت يجرون،
mientras في نفس الوقت mientras corrían corrían يجرون hacia el mar في نفس الوقت هو قابض في يد أبيه وهو يجرون إلى يذهبوا إلى المار يعني في اتجاه المار آسيا اتجاه آسيا نعم بحر تمام حلو استفريا يقول كايو باردة نعم باردة استبيان هذه استبيان هنا بيث كتي أكوستومبراش من طبيعة الحال الكل نعرفها أننا إذا أردنا استحمام في البحر من طبيعة الحال يجب علينا أن ندخل يجب علينا أن الله أعلم كل واحد وطريقته هنا في هذه الحكاية يقولون بأنه يجب استبيان هنا بيث كتا أكوستومبراس يعني لما تتعود على الماء شوية بشوية ممكن أن تستحم ولا يكون هناك يعني بارد وفي نظركم هل بالنسبة للاستحمام في البحر هل ندخل دخلة واحدة يعني مباشرة بجرية واحدة وللماء أم يعني مرة مرة ليس عندكم مرة مرة واحدة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة برا نعم أنا مع مرة مرة ليست مرة واحدة أنا مع مرة مرة لا ليس هذا سؤال عام لم نقل السباحون أو السباحات الموجودات في الغرفة من هذا درس إسباني ليس درس السباحة أوكي أوكي إذا está bien una vez que te acostumbras اللي عارف يدخل مرة واحدة لكن صعب صعب أظن صعب صعب الدخول مرة واحدة صعب جدا صعب جدا على الكورب وعلى على ال ويعملها كثير من السباحة يعني سباحون ولكن إذا شاهدنا مثلا في تصفيات السباحة في تصفيات السباحة العالمية يكون هناك هل ماذا يفعلون قبل أن تكون هناك كومبيتيشن يعني عندما يبدأون قبل أن يبدأون يذهبون ليستحموا يذهبون للاستحمام وبعد الاستحمام يذهبون يعني قرب السويمين قرب سويمين بول ويحاول أن يرش على نفسه في يده وفي يعني الجسم لكي يكون الجسم يعني من طبيعة الحال هم محترفون إذا أكايو le encantaban los picnic los picnic معروف picnic picnic خرجات النزهة نعم خرجة النزهة نعم pero el picnic de la playa era el mejor de todos ومن طبيعة الحال الخرجة التي خرجها أو النزهة التي ذهب إليها إلى البحر كانت الأحسن الباش بايخ أفضل era el mejor de todos نعم أحسن واحد على الإطلاق el bocadillo de Caillou بوكاديديو دي كايو تانيا أرينا بوكاديديو معروفة كايو نعرفه تانيا أرينا مع الساندويش كايو فيه من شاهد نعم من شاهد الفيديو إذا فيه الرمل رمال الرمل أرينا وهي الرمل
اوكي ميرا ماما كي، وجاء طير جاء الطير في الفيديو وحاول أن يأخذ يعني ساندويتش لكايو، وقال كايو استيس مي بوكاديديو، يعني يقول للطير الطائر هذا ساندويتش بتاعي. أشرح لكم لمن لم يشاهد الفيديو. أولا، هنا كايو يعني يحبو وراء على رجليه، يحبو ويقول أولا، وهو ماذا يفعل؟ كايو سيجيو سيجيو، وهو نعم سرطان البحر، يعني على رجليه وهو وراء سرطان البحر. والله العظيم كايو رائع جدا، ممكن أن يعني أن تخرج، ليس أساسي ولكن يعني دكاترة في الإسباني مع كايو. كايو سيجيو أكي الإكسترانيو كانجريخو، الكانجريخو هو سرطان البحر كما قلنا. إكسترانيو يعني كما يقال إكسترانيو شيء غريب نقول، لكن ليس غريب ولكن عبارة. كي vivía en una concha. كي vivía en una concha، يعني هو كايو ورأى سرطان البحر على رجليه، على يعني على ركبتيه، وذاهب إلى الشاطئ. هناك يعني البيت concha hasta al llegar a un charco de la marea، يعني لا ماريا، وهي عندما يكون هناك نقول حتى بالدرجة عندنا في المغرب والله أعلم، ماريا كاين الماريا، نقول هناك ماريا، ماريا هي الجزر يعني لا ماريا تشاركو. مثلا عندما يأتي البحر يطلع الموجة وترجع الرجوع، إذا هنا يحاولون أن يحاولون أن يشرحوا لنا أن من شاهد الفيديو يكون كايو على يحبو ورأى سرطان البحر، وسرطان البحر يدخل مع رجوع البحر في الموجة. نعم جزر عكس من طبيعة الحال، يعني يدخل إلى الموجة سرطان البحر عند رجوع الموجة في الجزر، و يشاهد كايو وهو على رجليه، يشاهد جينو وهو فيه مجموعة جينو وهو ممتلئ دي كرياتوراس ديل المار، يعني الأشياء الموجودة في البحر تحت تسمى كرياتوراس. ما فيها استريجاس ديل المار، استريجاس هو النجوم، استريجاس وهي النجوم، نجوم البحر. كابايتوس، كابايتوس وهي ما معنى كابايتوس؟ أراد أن يكتب، تأتي من كاباديو، نعم الحصان، حصان يعني حصان البحر. إي من شاهد الفيديو سيجيب بسرعة. إي إريثوس ديل مار، نعم أحسن، نعم إريثوس وهي أخت حليمة، هي التي وضع يده فيها وقال أو، هي الإريثوس التي هي طبيعتها في البحر تكون هناك، لا ليس قنديل، هناك بعض ممكن أن تكون الطحالب، هناك طحالب يعني كل يعني فيها الشوك، فيها الشوك يعني بعض الطحالب الموجود فيها الشوك، ممكن أن إذا مسسناها بيدنا يعني، ولهذا الغرض قال حريقة، نعم تمام، إذا مسسناها بيدنا نقول ليس قنفذ، ليس قنفذ يعني تشبه القنافذ ولكن هي للبحر، ليس قنفذ البحر ولكن هي عبارة عن يعني هي للبحر، طحالب البحر كي تكون في البحر شكلها شكل القنفذ
ولكن إذا مسسناها لهذا الغرض تؤلم، صح؟ نعم، لهذا الغرض. قال أو يعني ما يعني وضع يده على هذه الطحالب وقال أو كين. الأم الآن تتكلم، الأم الآن تتكلم. كين كيري أيو دارا ثير أون كاستيديو دارينا. طبيعة الحال لما نكون في البحر أطفال صغار يعني هناك يصطحبون معهم أشياء، لي نريد أن نصنع يعني قصور رمالي، يعني قصر من الرمال. نعم، قصر هو كاستيديو قلعة، الأرينا وهو الرمل. نعم، الأم قالت أو قالت من؟ قال لها كافيو جو 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 جو. وفي الصورة يعني في الفيديو قال كايو بيتي. لماذا قال بيتي؟ اذهبي اذهبي لمن؟ للطائر، طائر يعني فوقه، هو يقول قال له النورس اذهب اذهب بيتي بيتي. ميرا الروسي هنا يتكلم مع، لم أشاهد الفيديو، أنني أحب أن أستمع كثيرا، لا أحب أن أرى. الروسي أو الهل، أظن أن أخته ليس أخا، يعني أخت، يعني أظن أن أخته. ميرا الروسي عسي ياسي، وهو يريد أن يشرح لها كيف طريقة، نعم أخته الرائعة، كيف طريقة يعني عمل قصور الرمال. عسي عسي، ويأخذ يعني سطل صغير ويحاول أن يضعه في الرمال ويقلبه ويحاول أن يقول لها هذه كيف نعمل القصور. بابا ماما مرار مرار، يعني يقول لأبي وأمي يعني شاهدوا ما فعلت، انظروا انظروا. Está subiendo la marea. Está subiendo la marea. الأب يقول الآن está subiendo. Subiendo يعني طالع، يعني الماء لما يطلع من البحر يعني يطلع كثيرا. طبيعة الحال يجب أن شاءنا علينا أن نذهب، علينا بطبيعة الحال. Es hora de marcharnos. يعني من طبيعة الحال عندما يكون البحر يعني يطلع البحر كثيرا طبيعة الحال يجب علينا أن نذهب. إذا بما أنه البحر يعني هاجم كما يقال في الدارجة، إذا من طبيعة الحال الكاستيديو أو القصر الذي أنشأه أو قام به كايو من طبيعة الحال مع الرمال، الماء مع الرمال سوف يذهب. إذا قال مي كاستيديو، يعني أين قصري؟ بوينو، قالت له أمه بوينو. تندريموش كي بولبير مانيانا، إن شاء الله سنرجع غدا ونحاول أن ننشئ قصر جديد، أترك يعني قصر آخر. يا ثير أترو كاستيديو، يعني نحاول أن ننشئ قصر آخر. وهو يقول لها وهو فرحان إبولبيريموش بصادو مانيانا، ونرجع يعني غدا وبعد غد وإلوترو إلوترو إلوترو، يعني واليوم آخر ويوم آخر ويوم آخر. ويقول لكم سعيد أوسكيرو موتشو، أحبكم جميعا، أحبكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.